Welcome to IDOC, the International Dental Online Conference. Join us where a distinguished panel of experienced dentists and oral surgeons will come together to share their expertise in various fields of dentistry. IDOC includes live lectures, many gifts, special discounts, and a free certificate of attendance. Taking place during the holy month of Ramadan every year, iDoc offers a unique opportunity for dental professionals and students to learn for free, since our motto is knowledge for everyone. Throughout the conference, our esteemed speakers will cover key areas such as endodontics, fixed prosthodontics, pedodontics, dental photography, fixed oral surgery, Implant dentistry, composite techniques, bleaching, exocad, and CADCAM. Composite techniques. And finally, laser dentistry. Bleaching. Whether you're a seasoned professional or a dental student, this event offers an exceptional opportunity to expand your knowledge and enhance your skills. Powered by IDOT. ورجعنا لكم مرة تانية يا دكاترة مع مؤتمر I International Dental Online Conference النسخة الرابعة على التوالي بتنظيم iDOT أكاديمي المحاضرة مع دكتور عبد الله أحمد عبد العاطي بعنوان how to select your implant system Dr. Ahmed Abdullah, Dr. Abdullah Ahmed, uh, BSD, uh, BDS, SMF, MDs in Oral Implantology, has obtained his BDS degree from Mansoura University, postgraduate studies in prosthodontics, and later on his master's degree in Oral Implantology from Alexandria University, uh, with more than 15 years of experience in dental implantology. اتفضل يا دكتور وان شاء الله تكون محاضره جميله الدكاتره ان شاء الله تستفاد منها مع حضرتك يا دكتور مايكل. شكرا يا دكتور عمار الصوت كده كويس الصوت كويس كده يا دكتور عمار؟ دكتور عمار حضرتك سامعني كده دكتور ايوه الصوت كده كويس دكتور, دكتور عمار سامعني اه الصوت كده تمام, تمام. صباح الخير يا دكاتره معلش اتاخرنا عليكم ايه اعرفكم بنفسي انا عبد الله احمد زميلكم دكتور اسنان امبلانت سبيشالست كل سنه وانتم طيبين احب اشكر الناس الجميله بتاع ايدوت الدكتور محمد والدكتور عمار على على استضافتهم لينا في الايفنت الجميل ده واشكر برضو جروب المهتمين عاوزين نتكلم النهارده على توبيك لطيف كده اللي هو ازاي اختار الامبلانت سيستم بتاعي الامبلانت سيستم احب بس ابدا بالديسكليمر اللي في الاول ده ان كل الـ الـ الصور اللي هتشوفوها دي ان ايديتد ولو صور مش انا اللي حاططها بتبقى الكريدتس محفوظه للي انا جايبها منهم وما عنديش اي فاينانشال انترست في اي برودكت يو ار اباوت تو سي اول ما بدات امبلنت سنه 2008 2009 كانت الدنيا سهله كان عندنا سيستم او اتنين او ثلاثة في مصر فكنا بنختار منهم على حسب الكوست واللي ادهولك اشتغل بيه وخلاص و... وما كانش فيه بقى الفيلد ال... 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 ما كانش كبير للدرجه دي ما كانش الاكسسوارز ال... ال... كتير ال... ال... فكنا بناخد دايركت امبريشن ونعمل سيمنت ريتين دي كانت الدنيا بسيطه الوقت مفيش احصائيات عرفت اجيبها من مصر بس يعني لو اتكلمنا هنلاقي عندنا مثلا 100 شركه امبلنت في امريكا بس لوحدها والسوق بتاع مصر فيه 100 مليون دولار ده كان الكلام ده سنه 2022 وخلي بالكم 2022 دي كانت البانديميك الكورونا بانديميك فكان يعني في ريسيشن في السوق ومتوقع انها توصل ل 185 مليون دولار في سنة 2030 ااا عاوزين بس نعرف ان الوقت لو جالي شركة او انا انترستد في شركة او شفت جالي راجل بتاع سيلز او او دكتور زميل عمل ريكومنديشن لسيستم امبلانت احكم عليه بناء على ايه مش احكم عليه كجودة وككواليتي او كده اشوف هيناسبني ولا لا امسك الديزاين في ايدي ابقى عارف الديزاين ده آه ظروفه عاملة إيه هي هيناسب شغلي ولا لا عندنا الاربعه فاكتورز دولت بناء عليهم هنختار آه نختار آه السيستم ده مناسب ليا ولا لا اول حاجه الفيكتشر ديزاين اللي هو الجزء آه بتاع الامبلانت هنعمل ميموري ريفريشمنت كده بسيط الامبلانت بيبقى آه الكومبوننت بتاعته بتبقى عندي الفيكتشر الفيكتشر <applause> بتاعي بيبقى الجزء اللي هو الامبلانت نفسه او المسمار او او الزرعه او الغرسه زي اخواننا السوريين اللي بيدرسوا بالعربي بيسموها وعندنا الجزء اللي هو الاباتمنت وعندنا الفيكسيشن سكرو الجزء ده بيبقى الـ الكونكشن ما بين الاتنين تمام الفيكتشر ابارتمنت انترفيس اللي هو الجزء ده هنسمع فيه كلام كتير شركات تقول لك انا عندي اكسترنال هيكس لا عندي انترنال هيكس في كونيكال كونكشن في التراي في شركات تقول لك انا عندي بلاتفورم سويتش وفي شركات تانية تقول لك لا انا بلاتفورم ماتشنج هنمشي على دول سريعا كده نبقى عارفين بناء على ايه مميزات وعيوب كل واحد المايكروسكوبيك ديزاين بتاع الفيكتشر بتاعي هنتكلم فيه على الثريدز سواء ديزاين او البيتش. هنتكلم فيه على الكولر وهنتكلم فيه على الكونكشن تايب. الثريدز الثريدز انواعها كتير يعني ممكن تقرا الفلاير ال, ال, او البروشور بتاع الشركه تلاقي يقول لك انا في شيب ثريدز لا باترس لا ريفرس ريفرس باترس لا سكوير ثريدز كل حاجه فيهم لها ميزه وليها عيب ولها استخدام يعني الميزات دي بتبقى في في بون كواليتي او في حاله بتبقى كويسه وما ينفعش استخدمها في حالات تانية بس من الحاجات اللي هنسمعها كتير الفتره دي وبحس ان فيها لخبطه شويه من الدكاتره حكايه البروجريسيف والكمبريسيف امبلنت عندنا الجزء اللي على الشمال ده البروجريسيف والجزء اللي على اليمين ده كومبريسيف بروجريسيف في السوق زي بي كي زي بي كي مثلا زي ميجا جن زي زي جي دنتل الجزء اللي على اليمين ده شركات زي روت اللي هي السنجل بيس ده 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 البليسمنت بتاع البروجريسيف بيبقى سيكوينشال دريلنج يعني ايه سيكوينشال دريلنج؟ يعني ببدا بالبايلوت دريل ببدا بدريل مثلا 1.8 2.5 3 كذا اتدرج في في الدريلات بتاعتي انما البليس الكومبريسيف غالبا بيبقى بانش وسنجل دريل يعني بخش بيه بال بال بالماونت على طول هو بيعمل سيلف دريلنج لنفسه اللودنج بتاع البروجريسيف ممكن immediate وديلايد معايا immediate لو انا عديت التورك بتاعي 35 نيوتن بر سنتمتر delayed whenever you يعني لما تكون انت مزاجك ان انت تعمل delayed لودنج انما في الكمبرسف لازم immediate loading جايب لكم فيديو لطيف هنا يبين لكم الفرق ما بين الاتنين ما بين البروجريسيف والكمبرسيف شايفين هنا بدأ بالاجريسيف او الكومبرسيف عمل اكسبانشن في الخشب انما في البروجريسيف ما عملش اه اه اكسبانشن الفرق بيبقى في الكاتنج تيب ما بين الاتنين ان بتبقى الثانية في الـ في الـ الكمبرسيف بتبقى بوينتد تيب او كاتنج تيب انما في البروجريسيف بيبقى نون كاتنج تيب اوكي ام نوت ا بيج فان بالكمبرسيف خاصه لو لو سنجل بيس ما بحبوش قوي بس هو ليه مدرسته وليه الناس اللي بتدافع عنه انما هو لسه مش السنجل بيس مش ايفيدنت اتليست في امريكا يعني مش وعليه كلام كتير سواء في في السيمنت ريتيند في الريتريفابيليتي في الكلام ده فلسه مش حتى في يعني ما اعتقدش ان لحد سنه 2023 ما كانش اف دي اي ابروفد لسه في امريكا. هنتكلم على حاجه ثانيه اسمها البيتش. البيتش ده اللي هو المسافه ما بين كل ثريد الكريستو في ثريد تو ذا نيكست. اوكي ده الثريد بيتش اللي هو المسافه ما بين دي الجزء ده لو انتم شايفين في السلايد والجزء ده كل ما المسافه ديت قلت كل ما بيديني لان الجزء اللي بيعمل كاتنج في العظمه او يعمل تابنج في العظمه هي الثريدز دي نفسها فكل ما بقت اقل وليكن زي الديزاين ده كل ما كان البرايمر ستابيليتي اعلى لان الكاتنج هتزيد وبيديني حاجه تعبير كده لازم نبقى عارفينه حاجه اسمها بون امبلانت كونتاكت بي اي سي البون امبلانت كونتاكت ده بنقيسه او او بن بنحدده في مرحلتين اول مرحله بتبقى فروم الامبلانت بليسمنت فروم ذا تايم اوف امبلانت بليسمنت وانا بحط الامبلانت وليتر اون بعد ما يحصل بون ريموديلنج والريزوربشن وال والاوسيو انتجريشن بنقيسه تاني ريسيرش بون امبلانت كونتاكت ده البرسنتج نسبه العظمه اللي بتحوط الامبلانت نفسها احنا نقدر نقول سكسسفل على امبلنت لو الامبلنت وصل فيها من 50 ل 65% ده فيري جود وانا في ظني ما بنوصلش لكده لان ده سكسيدد امبلنت مش السرفايفل امبلنت السرفايفل بيقل عن كده كتير يعني ممكن يبقى 40% والامبلنت معانا فانكشنال والدنيا جميله جدا وما فيهاش مشكله بس وانس انت وصلت ان نص نص مساحه الامبلنت متحوطه بالعظم من 50% ل 60% ده فيري سكسسفول امبلنت فكل ما زودت السيرفس اريا فبالتالي البي اي سي بيزيد بس طبعا بيبقى ليها ايه جزء هندسي هنعدي عليه دلوقتي. في شركات قالت لك طب انا هعمل لك موديفيكيشنز في الامبلانت بتاعتي علشان ازود البي اي سي. قال لك انا هعمل جروفز هنا كده في الامبلانت في الجزء ده اللي انا معلم عليه بالمثلثين الحمر الجمال دول. دولت علشان بزود الكاتنج افشنسي ديورنج الانسرشن ليه؟ لان انا بقى عندي تو ليدنج بقى عندي اثنين بيقطعوا في الامبلانت يعني عندي جزء بيقطع هنا وجزء بيقطع هنا وجزء في الجهه الثانيه فبقى عندي في التابنج بتاع الامبلانت بقى اسهل الانسرشن بقى الكاتنج افشنسي بتاعت الامبلانت بقت اسهل فبالتالي البون دامج اقل والجزء ده ليتر اون لما بيكون فيه عظم بيزود لي السيرفس اريا لان خلينا في السلايد الثانيه هنشرح حاجه لطيفه جدا ليها علاقه بالسكندري ستابيليتي وبس عيب الجزء ده ان سام هاو بيقلل لي الانسرشن تورك بتاعي يعني لو انت بيك فان بالهاي انسرشن تورك انا من البيك فان بتوع الهاي انسرشن تورك احب احط الامبلانت تحت 45 50 في دكاتره ما بتحبش يعني تقول لك انا احب ابقى في السيف سايز زي عمنا برينا مارك ما قال أه خليني 30 35 لا انا احب الهاي انسرشن تورك جت شركه تانية ده موديفيكيشن بتاع شركه ميجا جين قالت لك انا هديك وايت ثريدز فيري وايت ثريدز زي ما احنا شايفين ده علشان ادي لك الهاي برايمري ستابيليتي بتاعتك احنا بنتكلم على الانسرشن تورك يا دكاتره فبدي لك هاي انسرشن تورك بدون البن كروزس ليه؟ لان انا عندي احنا بنخاف يعني تلاقي اساتذتنا وهم بيعلمونا يقول لك بلاش الهاي انسرشن تورك علشان بتعمل كومبريشن للعظم فبتعمل نيكروزز هنا لا ما بيحصلش كده لان انا عندي الثريدز بعيد عن بعض البيتش مش ريديوزد فالمسافه ما بين ده وده بعيد فالعظم هيلد من هنا لو تفتكروا احنا كنا بنتعلم خلع كان الدكتور يقول لك ايه اعمل باك لينجوال موفمنت بس وانت بتعمل باك الموفمنت ساستين الموفمنت اقف شويه ليه علشان توسع العظم وذن الإلاستيك آآآ الإلاستيك بروبرتي بتاع العظم فهنا العظم بييلد بيخش في المكان ده فما بيحصلوش ريكنوز نيكروزيس uh, بس عيبه ان هو بيديني بي البون امبلانت كونتاكت بيبقى قليل ليه؟ لان العظم بيفيل ان هو يملا الجاب دي كلها العظم ده بنسميه ذا ليزي اوجن ان ذا هيومن بودي اكسل عضو وانسى ان هو يعني من ابطا الحاجات في الريموديلنج احنا مثلا كان كان زمان البروتوكول يقول لك ست شهور وحط لودنج فده كسول جدا في الريموديلنج فهو بيبقى صعب انه يخش في الفيري ديب ثريدز دي فكل حاجه وليها ميزه وعيب بس انا ابقى عارف ايوتلايز الامبلانت بتاعتي في في, في, احتياجي انا نفسه وزي ما هنتفق كده جولدن رول مفيش امبلانت فيتس فور اول سيتويشنز ما فيش امبلانت جوكر هتمشي معايا في كل الامبلانت دي بيبر لطيفه جدا ممكن تعملوا لها سكان اتكلمت على الماكرو جيومتري والريليشن بتاعتها ما بين البرايمري ستابيليتي بتاعه الامبلانت هنتكلم حاجه تانية عن الكولر بتاع الامبلانت هم مينلي 3 ديزاينز عندي واحد اسمه الوايت كولر زي ما احنا شايفين ده شركه من عاملاه ده في الاغلب بيبقى تيشو ليفل لان الجزء ده بيبقى بولشد ناعم فده بيبقى العظمه انا فيه لحد هنا والجزء ده بيبقى بره العظم غالبا في حالات البوستيريور اريا طبعا علشان الاستاتكس وفي حالات الساينس ليفت علشان انا بخاف في يعني في دكاتره بتخاف من الساينس ليفت ان يحصل ان الامبلانت تقع في الساينس فالجزء ده بيمنع ان هي تقع في الساينس فلو حصل فيلير بتقع في الـ في الاورال كافيتي ويتش از واي بيتر يعني عندنا النورمال نيك او السلندريكال نيك دي ممكن اعملها تيشو ليفل لو الجزء اللي فوق ده بولشد ناعم خالص او بون ليفل لو تريتد او ماشين بس عيب الديزاين ده ان هو بيعمل لي ستريسز على الـ على الكريستال بون وهي الكريستال بون ده الجزء اللي بيتبهدل مننا واكتر جزء بيحصل فيه ريزوربشن انت وانس فتحت فلاب والاكسجين والبون سوري جه عليه اكسجين انت بتاندر جو إيه... بون كروزز ف ف فكمان بقى مع ال... مع المانوفر اللي بنعمله مع الدريلنج مع الكلام ده كله مع استعجال الدكاتره مع الهايب اللي طالع جديد الزرعه في خمس دقائق والكلام ده كله فانت بتلاقي نفسك بتجري علشان تثبت للعيانه ان انا دكتور خطير وسريع وكده فالجزء فب... ده اللي بيحصل فيه ريزوربشن اه في فيزيولوجيكال ريزوربشن الكتب قالت عليها عندنا من مين اللي Around الملي في اول سنه وكل سنه بعد كده 0.1 او 0.2 بس انا بشوف كيسز بيحصل فيها ريزوربشن بال2 3 ملي بعد كام شهر يعني بيبقى مين سببها سيرجيكال وبيبقى كمان بات سلكشن في الامبلانت دي الامبلانت دي مثلا في الحالات الدي 1 والدي 2 انت بتعمل هيوج ستريسز على الكريستال بون في الجزء ده فبتعمل Necrosis اكتر من الديزاينات اللي انا شخصيا بحبها وبشتغل بيها الفتره دي الريفرس نيك او الباك تيبر ان انت بتلاقي الامبلانت الدايمتر من هنا جا من فوق واقل إيه بيسموه البون بلاتفورم سويتش ده اللي عامله ماتيو دانزا ده عمله سنه 2012 على ما اعتقد ده مستو انه هو بيدي لك مينيمال ستريسز على الجزء ده لان انت الجزء ده العظم بيبقى واقف لحد هنا يعني مثلا بتلاقي الامبلانت انت جايب امبلانت مثلا دايمتر 4.5 اوكي لو جيت شفت هتلاقي 4.5 من الجزء ده طب الجزء اللي فوق هتلاقي 4.2 او او ممكن 4 كمان بيبقى فيه نص ملي فرق من هنا اللي بتفرق معايا ان انا بريليف الاستريسز من على الجزء بتاع الكريستال بون اللي هو الموست كريتيكال بارت من العظم اللي انا حابب احافظ عليه فدولت مينلي الثلاثه ديزاينز اللي هنشوفهم في السوق كل حاجه لها ميزه وعيب وكل حاجه الشركه بتدهاني ابقى عارف يعني ما اشتغل ما الشركه ما تدينيش مثلا افرح ان هي زرع شتراوما تيشو ليفل وابقى شغال بقى انتيدو وارجع اقول لك هو في ايه غلط ما جايبش زرع مثلا نورمال نيك في, في 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 جزء انا انتسيبيتد فيه ان البون يحصل ريزوربشن ولما يحصل ريزوربشن ارجع استعجب واقول لا المشكله في الإمبلانت لا هي المشكله مش في الإمبلانت المشكله فيك انت ان انت اخترت الإمبلانت للحاله دي الكونكشن تايب طبعا يعني هنعدي عليه سريعا لأنه هو ما عادش فيه بلاتفورم ماتشنج في السوق بس برضو نبقى عارفين البلاتفورم سويتشنج ان بيبقى الدايمتر بتاع الاباتمنت عندي اقل من الدايمتر بتاع الامبلنت نفسه. ده اللي هو يعني لو شفتوا هنا هتلاقوا البلاتفورم ماتشنج الجزء بتاع الاباتمنت نازل بات جوينت مع الفول دايمتر بتاع الامبلانت no نفسه انما هنا احنا بنرجع ورا شويه طب استفدنا ايه لما رجعنا ورا استفدنا كام حاجه اول حاجه ان الفورسز اللي نازله الفورسز بتنزل من الاباتمنت بتنزل على الامبلانت no عندي على الفيكشر فبقت الفورسز كونتيند ويذين الامبلانت بودي نفسه انما هنا لا هنا انت الامبلانت no متوزعه على البون والسوفت تيشو حتى لو تاخدوا بالكم هنا في الدياجرام هو راسم لك كان في اوريدي حصل ريزوربشن فده اول حاجه ان انا بكونتين الاستريسز بتاعتي وذن الامبلانت مع ان هي الامبلانت نفسه بيترانسميت الفورس يعني مايلد فورس انا محتاجها انا محتاج مايلد فورس للعظم علشان اي اندر في حاجه اسمها وولفز لو الستريس شيلد افكت اوف ذا بون ان كل ما البون يقع عليه في لود ده بي 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 بيحصل له ريموديلنج فيفربل ريموديلنج فالجزء ده لما الفورسز بتنزل هنا ويحصل لها ديكريز وتوصل هنا فيفربل فورس ده بيبقى شيء كويس جدا تاني حاجة أن لما يبقى الجزء ده عملت بلاتفورم سويتشنج بيحصل لي المينيمال موفمنت بتاع الاسيمبلي ده بنسميه الاسيمبلي اللي هو الكراون على الابارتمنت بالسكرو بالفيكشر ده اسمه امبلانت سمبلي الامبلانت سمبلي نفسه بتبقى الموفمنت فيه اقل وتالت حاجه ان الانتجريتي بتاعتي يعني انا جايب لكم فيديو بعد السلايد ده هيشرح لكم النقطه دي والنقطه الثانيه ان يعني بتوع البيريو بيكليم الموضوع ده وانا معاهم فيه بصراحه ان بقى عندك ترو سوفت تيشو كونكشن هنا مش سوفت تيشو بون يعني بقى الجزء ده كله سوفت تيشو انما هنا بقى سوفت تيشو وبون ده فيديو عامله زيبريتج عمل اكس راي عمل حط الاسيمبلي وعملهم بتورك وحطوهم في مودل وخد اكس راي للاتنين ديورنج الموفمنت تمام اللي على الشمال ده البلاتفورم ماتشنج اللي على اليمين البلاتفورم سويتشنج وبدا يحط الفيسيولوجيكال لود بتاعته عاوزكم تاخدوا بالكم من الجزء اللي هو الكونكشن ده شوفوا هنا وهنا شوفوا مع اللاترال موفمنت اللي بيحصل شايفين الجاب دي كلها كده هنا مفيش او فيري مينيمال فالجزء ده الجاب ده هو اللي فيه البكتيريا ده الويك بوينت لان ده الجزء ده اللي بيبقى مع الاورال كافيتي فبيحصل البكتيريا كولوناليزيشن هنا فانا لما اقفل البكتيريا انها تطلع من عند السكرول للجزء بتاع البون والسوفت تيشو ده بتبقى حاجه كويس انما هنا بتلاقوا ان الجاب دي بيحصل بتج... يعني مع الموفمنت بيحصل ليكج كبير قوي. ترجع تعمل لي إيه بري امبلانتيتس وترجع تعمل لي إيه إيه بوكت وترجع تعمل لي المشاكل بتاعتنا كلها. تمام احنا برضه هو ميجوريتي اللي بقى موجود في, ال... في السوق كله بقى البلاتفورم سويتشنج فيعني ما 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 تشغلش بالك بيها قوي انا بس بعرفك الفرق ما بين البلاتفورم سويتشنج وانا ما عادش بشوف بلاتفورم ماتشنج خالص هنتكلم تاني على الكونكشن تايب انترنال هيكس واكسترنال هيكس الانترنال هيكس ده اللي هو الموست ستيبل ان بيبقى الهكس او الجزء الانتي روتيشن او 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 الجزء المضلع اللي من الامبلانت بيبقى جوه والتاني الاكسترنال هيكس بيبقى بره ما زال في شركات بتعمل اكسترنال هيكس خلينا نحط رول كده اي internal component جوه الامبلانت بنسميها binding anti binding mechanism اي حاجه جوه الامبلانت يعني ان الهكس ده binding يعني ايه binding؟ بي bind او بيلزق الاباتمنت بالميتال تو to metal friction مع الامبلانت وانتي binding بتمنع الاباتمنت ان يحصل لها بند زي الفيديو اللي قبل كده ان تتحرك خلي بالكوا برضو في نقطه الامبلانت اه تيتانيوم هو تيفر جريد 4 جريد 5 برضو في سام الاستيسيتي مش مش توتالي بلاستيك هو مازال معدن وليه مودلس اوف الاستيسيتي فليه سام هاو الاستيسيتي يعني في حركه بسيطه الماجوريتي اللي موجود دلوقتي الانترنال هيكس الانترنال هيكس عيبه ان هو بيبقى ال 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 ويكر عن الاكسترنال هيكس لان هو الامبلانت نفسها انت اوريدي حفرت جواها يعني لو حاطط امبلانت مثلا دايمتر 3 3.5 فانت اوريدي شايل من جواها نفسها حوالي 2 مللي فانت بقى عندك الاول اراوند حوالين الهكس ده حوالي 1 مللي ثيكنس اوف ميتال او اوف تيتانيوم فعلشان كده في ساعات الدكاتره بتشتكي خاصه في السمول دايمتر في ال 2.7 او في ال 3 مللي امبلنت ان يقول لك يا دكتور انا بحط الزرعه واتحط التمام جيت ليتر اون احط الابطمنت ومش راضي اتر اقول له لان حصل فلاورنج حصل ديفورميشن في في في, الماونت بتاع او في الكونكشن بتاع الامبلنت عشان كده معظم الشركات بتريكومند ان بالذات في الدايمتر الصغيره ما تنزلهاش تحت تورك عالي الاكسترنال هيكس طبعا بيدي بالكنس للتيتانيوم وبي وبيخلي الكومبوننت ده عندي اقوى بس عيبه ان هو السكرو بيحصل سكرو لوزنينج كتير قوي فيه ومش حاجه ايثاتيك يعني غالبا لو في شركه بتعمل اكسترنال هيكس ما زالت هتعمله في في البوستيريور اريا يعني او انت تستخدمه في البوستيريور اريا ال مع غير الهيكس بيبقى الجزء بتاع الاباتمنت نفسه بنسمع أنه يقول لك انا كون لا انا هيكس لا انا كومباينيشن ما بين الاثنين فالكون الكون ده اللي هو الجزء الكونيكال اللي في من الاباتمنت اللي بيبقى جوه الامبلنت زي ما اتفقنا ان الكونيكال اي جزء يعني من اول هنا لما لتحت الكومبوننت ده كله بنسميه بايندينج انتي بايندينج ميكانيزم ده ميزته ايه بان انا بخلي المايكرو جاب اللي هنا دي قليله بدل في فريكشن كويس والمانيفاكتشرر بتاع الراجل اللي عمل لي الامبلانت ده الكواليتي بتاعته كويسه فبيخلي لي الجزء ده ما فيهوش مايكرو جاب او المايكرو موفمنت والديزاين ده بيديني ويدجنج افكت ان انا طول ما انا بربط السكرو في الجزء ده الامبلانت بتسوك ان بتنزل اكتر اه احنا برضو بنتكلم في مايكرونز ما تستنوش ملي يعني علشان كده وانت بتعمل تراي ان انا على طول بقول للدكاتره اعمل تراي ان بدل عندك كون con كونكشن اعمل تراي ان لو سكرو ريتيند اعملها مع الفاينل توركينج بتاعك يعني لو قال لك الكرا... لو قال لك الابمنت او السكرو بينزل بتورك 30 مثلا يبقى وانت بتعمل تراي ان ما تربطلوش بايدك لما مثلا تورك ايدك 18 20 وتقول لي لا ده عالي وتبعت المعمل لا انت لو عملت الفاينل توركينج لحد 30 35 هتلاقي امورك طيبه، هتلاقي الهاي بوينت دي قلت. ليه؟ لان حصل الوجينج إفكت فالاباتمنت بتنزل زياده جوه الامبلنت طبعا الهكس ده انتي روتيشنال الكون ده انتي بيندينج والهكس انتي روتيشنال، فانا مش مح... ما ببقاش محتاج الانتي روتيشنال ده في البريدج. نو واي ان انت تعمل بريدج او تعمل سبلنتنج للامبلانت ويبقى هيكس، اخرك تعمل واحده بس. هيكسد والتانية نون هيكسد أو نون انجيجينج أبوتمنت بنسمع برضو موضوع اللي يقول لك أنا أنا مورس كونكشن هو مورس ده اللي عامله صامول المورس ده مش اختراع قديم جدا من 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 1860 مورس ده اللي خلي بالكم اللي عمل التليجراف واللي عمل المورس كود اللي, اللي, اللي علشان الشركه تقول لك انا انا عندي ترو مورس كونكشن لازم يبقى عنده شويه كرايتيريا كده ونبقى فاهمين ما بيعليش حاجه على اساس ان هي ادفانتج وانا ما بشوفهاش ادفانتج قوي الترومورس كونكشن ده يبقى لازم الكونكشن نفسه الدايفرجنس بتاعه من واحد لستة اكتر من ستة ما بقاش مورس تمام المورس كونكشن انا مش حقيس يعني انا مش هيجي لي الكون كده وانا قيسه لا قال لك ترو مورس كونكشن يبقى لازم في تول معينه تعمل ريترايفال فيها تفك بيها الانفلت لان ده بيحصل له حاجه اسمها immediate كولد welding تمام ان هو اول ما بتعمله ده في شركات كانت في الاول بتعمل لك المورس كونكشن ده من غير سكرو اساس هو بيربط من غير سكرو خلي بالكوا في نقطه احنا حياتنا كلها للي فينا عنده عربيات وجرب يغير كاوتش احنا حالات... حياتنا كلها ماشيه بالمورس كونكشن ده مسمار الكاوتش بتاع العربيه نفسه بيبقى مورس كونكشن عشان كده لما نيجي نفكه لو تفتكروا لما نيجي نفكه بتسمعوا صوت كان معدن بيتقطع كده ده بيبقى او او معدن اللي هو صوت معدن في معدن كده ده بيبقى إن حصل كولد ويلدنج فالراجل وهو بيفك لك الكاوتش او انت بتفك الكاوتش بتلاقي صعوبه كبيره جدا وتقف على مفتاح الكاوتش تقف عليه وتفضل تتنطط وبعد كده تفتحه وتسمع الصوت ده فالصوت ده الكولد ويلدنج اللي حصل فالشركات اللي بيبقى عندها ترو مورس كونكشن يبقى عرفنا ان هي من واحد لسته ان لازم يبقى في تول معينه تعمل لي ريترايفل او تفك الاباتمنت. تاني حاجه ان ان بتعمل ايميديت كولد ويلدنج انت يعني فعليا مش محتاج المسمار في حاجه. ما انا ما بحبش المورس كونكشن بصراحه لان المورس كونكشن علشان بيبقى تيبرد قوي اولموست بارل يعني فبيبقى الـ الـ لازم يبقى قصير فبيبقى ويكر ولحد ما يحصل له الكولد ويلدنج بيبقى الماكرو موفمنت والليكج فيه اكتر من التاني انا عن نفسي بحب ال11 من من ال10 ل12 ديجري ده انا بشوف ده ايديال ده انا ما بحتاجش تولز زياده بيحصل كولد ويلدنج اه بس ديليد فروم مش مش من اول يوم بيديني كل المميزات وفي نفس الوقت مش ادفانس تكنيك وما فيهوش مشاكل ان هو اضعف من الـ من المورس كونكشن. خلصنا اللي هو الماكرو جيومتري هنتكلم بقى على الجزء اللي انا ما بشوفوش اللي هو التريتمنت بتاع الامبلانت نفسه احنا بنعمل تريتمنت للامبلانت دي علشان نزود السيرفس اريا بتاعتها. شركات كانت بتعمل ساند بلاستنج ودي اوريدي لسه موجوده ان هي بتعمل اير ابريجن للبارتيكل غالبا بتبقى aluminum بارتيكل بس عيب الموضوع ده ان هو لما عملوه لقى ان هو بيسيب ريزيديول من الالومنيوم بارتيكلز بيسيبها على سطح الامبلانت نفسه طب قال لك خلاص اوكي هنعمل اسيد اتش ايه وات ايفر بقى هيدروفلوريك اسيد هيدروكلوريك اسيد سلفوريك اسيد اي مكان بس عيب الاسيد ده ان هو لو سبته زياده او او لو حصل له دايليتيشن او لو كان مركز شويه بيعمل لي كوروجن وبيتنج وممكن يعمل كراكنج في في التيتانيوم من اللي موجود دلوقتي حاجه اسمها اس ال معظم الشركات دلوقتي بقت بتعمل اس ال اي هي بتعمل ساند بلاست وبعد كده تعمل Large جريت وبعد كده Acid اتش Acid اتش يعني كل حاجه من دي بتبقى محسوبه يعني مثلا الساند بلاست بيعمله وبعد كده يعمل لارج جريت علشان يشيل بيه الريمننس بتاعه الساند بلاست وبعد كده الاسيد اتش عشان يشيل بيه الريمننس بتاعه الجريت وكل حاجه دي بتبقى كالكوليتد علشان اخد ميزه كل حاجه فيهم ده مين اللي هتلاقوه موجود في السوق في شركات عملت فرذر موديفيكيشنز اه الموديفيكيشنز دي بتديني ادفانتج بس بالتالي بتبقى اعلى في السعر في شركات بتقول لك انا هعمل لك بلازما سبرينج ان هعمل لك فيلم بلازما بلازما على الامبلنت علشان ازود بيبقى الثيكنس بتاعه حوالي حوالي 30 مايكرون ده علشان بيديني ميزه ان هو لما عملوا ريسيرش عليه ان هو بيديني اقل من 1 ملي بيري امبلنت بون لوس في 20 سنه و evident بس طبعا آه، very expensive سوري آه، كل موديفيكيشن من ديت يعني انت بالبق... يعني بتدفع ثمنها شركات تانية قالت لك هعمل انودايزيشن اللي هي بتلاقوا الزرعه لها لون كده تلاقوها زرقاء او خضراء او ذهبي ده بيبقى مش لون ده بيبقى انودايزيشن الانودايزيشن ده بزود الاكسجين لاير آه، بعمل اكسجين لاير فيلم على الامبلنت فده بيزود لي بيعمل لي يزود لي الاوكسيدايزيشن لاير 1000 مايكرون على الـ على التيتانيوم فطبعا كل ما زادت الاوكسيدايزد لاير كل ما بيحصل بون ريموديلنج احسن بيحصل اوستيوكلاستيك اكتيفيتي فلوت باي اوستيوبلاستيك اكتيفيتي فبالتالي بون امبلانت كونتاكت اكتر جت شركه اسمها باي هورايزن عندها براءه اختراع اسمه الليزر لوك يعني نوتا بيك فان انا بس هو ايفيدنت بصراحه في ناس عامله عليه ابحاث قالت لك انا هعمل الجزء بتاع الميتل اللي موجود في الابارتمنت هعمله ليزر تريتمنت علشان يعمل حاجه اسمها ترو فيزيكال كونكشن ما بين السوفت تيشو يعني على عجاله كده السوفت تيشو بتمسك العادي بتمسك في الروت بتاعنا بحاجه اسمها ديزموزومز ان يعني بيبقى الجنجفا ماسكه في الروت سيرفيس بحاجه اسمها ديزموزومز يعني زي ليجمنتس كده في الامبلانت لا بتبقى هيمي ديزموزونز ليه هيمي لأنها بتمسك من جهه واحده بس من جهه السوفت تيشو بس قال لك احنا لما عملنا الليزر لوك بقى في ترو كونكشن فبيديني سوفت اه تيشو سيلينج بيبروتكت الامبلانت والبون احسن اوكي ماشي ما عنديش مشكله بس ابقى عارف اه يعني ابقى عارف البروبرتي ديت واستغلها عندي حاجة تانية اسمها جات شركات قالت لك هعمل هيدروكسي اباتايت ده موجود الكوميرشال نيم بتاعه اسمه اس ال اي اكتيف في شتراومان وسبيد في ميجاجن ده بيخلي الزرعة الهيدروفيبسيتي بتاعتها ان هي بتحب السوايل اكتر فبالتالي بتأتراكت الاوستيوبلاست والبومفورميشن سيلز اكتر فبتزود لي الاوسيو انتجريشن بنسبة 30% يعني انا اشتغلت بالامبلانت دي فعلا حطيت الفاينل لود بعد اربع اسابيع بعد شهر which is very nice تمام الموديفيكيشنز دي كويسه بس هل انا استخدمها في الديلي يوز بتاعي انا رايي لا دي كل حاجه من دولت لها استخدامها يعني عندك عيان عنده مثلا ميديكالي كومبرومايزد مثلا عيان اللي بنشوفه اللي هو جاي من بره متسربع عنده اجازه شهر في السنه دكتور حطيه الامبلانت وتصرف ساعتها خلاص اوكي هجيب لك حاجه اس ال اي اكتف غاليه جدا بتمنها وهتدفع ثمنها قصاد ان انت هتاخد برودكت تاني انما في الماجوريتي بتاع الحالات الستريت فورورد كيسز الحالات اللي هي في الديلي روتين وورك اللي مش تايم التايم فاكتور فيها مش مهم خلاص اوكي طب ما انا اعملها الاس ال اي اكتف وابقى وفرت للعيان يعني من الحاجات اللي بختار فيها برضو بقيم بيها الشركة بناء عليها اللينث والدايمتر بتاعة الشركة يعني عندنا مثلا الكيس نفسها ممكن تزنقني ان انا احط امبلانت معين مثلا عندك شتراوما مثلا من الحاجات الغريبه جدا في شركه شتراوما خلي بالكم شتراوما ديت هي الشركه رقم واحد في العالم عندها ثلاثه دايمترز بس 3.3 4.1 4.8 فانت متخيل معايا ان انت لو مثلا عندك امبلانت محتاجه مثلا تحط لها 4.5 او 4.6 لا انت غصب عنك هتنزل نص مللي فالحاجات اللي ادور عليها طيب مش هتفرق قوي يا دكتور عبد الله اوكي بس ممكن تفرق معايا في النارو امبلنتس ان انا بحتاج امبلانت 3 او 2.7 تو بيس طبعا علشان مثلا حالات الجماعه بتوع القرص بيقعوا في المشكله دي حالات ال congenital misdelatrals ما بيحبش هو يعمل جرافت ما بيحبش يعمل بون عليها بس يعني 2.7 بالنسبه له بتبقى حل كويس لو الشركه برضو بتقدم لك الترا شولت امبلانت دي حاجه كويسه جدا بتبقى مثلا دايمتر كبير 4.5 5 5.5 في ال اللينس بتاعها بيبقى 5 مللي مثلا 4.5 لينس ده بيبقى الترا شورت وايفيدنت وجربناه في حالات كتيره جدا وفيري جود ريزلتس يعني ده برضو الحالات مثلا لما يبقى عندك فيتال ستراكشر لما يبقى عندك النيرف قريب لما يبقى عندك الساينس ومش عاوز تعمل ساينس ليفتنج ده بيبقى فيري جود سوليوشن يعني في شركات بتدي لك اكسترا لونج امبلنت 18 مللي مثلا ديزاي شتراومان مثلا بتدي لك 18 مللي ده بينفعك قوي في حالات الاميديت امبلانت في الابر كناين بيبقى الروت بتاعه كبير جدا فانت مثلا الروت مثلا افريج من من 15 ل 16 مللي انت عاوز تجين مسافه تحت فال 18 مللي ده بيحل لك المشكله دي فالحاجات دي دي تبقى في دماغك وانا بختار الامبلانت اساله عندك دايمترز ايه؟ هل بتديني variety في length هل بتديني فايرتي في الـ في الـ في الدايمترز بتاعتك طب ابقى عارف انا هشتغل معاه بس لو جت لي حاله اكسترا رونج يبقى انا مضطر اجيب من شركه تانية وانا من من ده وانا من المدرسه دي ان يبقى عندك سيستم او اتنين بي 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 بيكملوا بعض برضه إيه برضو في شركات دلوقتي بقى بتعمل زيركونيوم امبلنت إيه ده القادم وبقوه عندنا التيتانيوم امبلانت العادي ده بيبقى اقوى طبعا الـ الـ الزيركونيوم ما بيحصلش عليه بلاك اكيوميليشن فبيبقى هايجينيك اكتر عيب التيتانيوم ان هو بيبقى جريش فلو انا حطيته وحصل بوند هيسنس وخاصه في الانتيريور بارت بيديني جريش كلر ما بيبقاش اثاتيك قوي ما بيبقاش مريح للعيان ده بيبقى ثاتك طبعا لان هو اللون الابيض ده ناتشورال توث التيتانيوم ال ال طبعا قتل بحثا فايفيدنت في بيز لسه الزركونيوم ال 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 لسه اندر ريسيرش بس الشركات يعني اوروبا عامه بتتساهل شويه في الايفيدنس عن الاف دي اي فهو موجود في شركه بريدنت دي الماني وشركه بايونير برضه في ال في الزرعات بس هو لسه برضه ما اعتقدش انه خد اف دي ابروفد من امريكا لان لسه ما عليهوش ايفيدنس كفايه برضه برضو على عجاله كده يعني هوري لكم اليونيك امبلنت ديزاينز انا بحبها بتحلي لي مشاكل كتير طبعا احنا عندنا اكتر من 2000 امبلنت ديزاينز بس من الحاجات اللي انا بحبها من الشركات اللي بحبها شركه اسمها ثاذر امبلنت بتنتظر الامبلانت دي طبعا احنا عارفين ان الراجل اللي عمل الامبلانت ده في الاورال كافيتي كان برين مارك ده اول ما عمل عمل شركه نوبل بايو كير وبعد كده باعها وبعد كده اسس ساذرن امبلانت في جنوب افريقيا هو الراجل ده جنوب افريقي اساسا والشركه دي لسه موجوده وعندها يونيك ديزاينز يعني عندنا ديزاين اسمه كو اكسس امبلانت خلالي الامبلانت هي اللي انجلد مش الانجلد اباتمنت يعني خلى الانجيوليشن في الامبلانت نفسه فبقى حالات ال 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 حالات اللي انا محتاج فيها وانا ابقى عارف ان الحالات دي هتبقى محتاجه انجل <متحدث> اباتمنت هو اوريدي اداها لك انجل دي امبلنت واداها لك برضه بانجيوليشن من 12 ل 24 ل 36 فدي كوست افكتيف جدا ان انا بدل ما اطلب من الشركه انجلد <applause> ابارتمنت وبالتالي هتبقى سيمنت ريتين او اعمل كاستم هيلينج كاستم ابارتمنت هتبقى بتكلفه زايده اعمل لها ميلنج لا هو ادالك ده من الاول بس طبعا في التريتمنت بلاننج ابقى طالب الدايمتر اللي انا الانجيوليشن اللي انا محتاجه جه عمل برضو الديزاين ده حاجه اسمها إنفرتا لو تاخدوا بالكم الامبلانت دي نازله ستريت وبعد كده خدت الجزء الانفيرتد ده ده ليه؟ علشان في الانتيريور ماجزيلا الجزء ده في الانتيريور ماجزيلا البكل ده انا انتسيبيتنج ان هو بيحصل له ريمود ريزوربشن زايد فهو بيقلل لي البريشر من على الجزء ده كله من على الاسبكت بتاع البكل ولينجون ويدهوني الماكسيمم ميتال بلج هنا في الجزء البعيد اللي بيبقى فيه ثيكنس لان الجزء بتاع الانتيريور ده بيبقى بيراميد بيبقى هرمي شويه فبيبقى الجزء اللي فوق ده ثن وينزل في الاخر يبقى عريض وطبعا بيدي لك اوبشن ان هو يبقى كو اكسس برضه ان انا ممكن اديهولك فلات خلي بالكم الشركه دي قويه جدا هي مش فاتحه في مصر هي فاتحه في الامارات فالجماعه اللي بيشوفونا من الامارات خدوا فكره عنها وبرضه ادوا دي لك ديزاينين تانيين ديزاين اسمه المولر اللي هو الهيوج اللي هو اسمه ماكس امبلنت بيديلك لك هيوج دايمتر متخيلين 6 و7 و8 دايامتر ده كبير فبيقلل لك البون جرافت ده في الاميديت بليسمنت في البوستيريور في البوستيريور مولرز فيعني ايه بيحل لك المشكله دي برضه شيء بشيء يذكر ام نوت ا هيوج فان باللارج دايامتر لان لما عملنا ريسيرش لقينا بعد الدايامتر خمسه ونص بتبقى الستريسز كونسنتريتد مينلي على الامبلانت ما بيحصلهاش يعني ما بتتنقلش على العظم وانا محتاج مايل stresses تروح للعظم علشان يحصل له ريموديلين. فيعني هو يعني لما بيدافعوا عن نفسهم في النقطه دي يقول لك اه انا بدي لك دايمتر كبير بس انت اوريدي في الاميديت مولر بتحط الامبلانت اقل من البون ليفل ب 3 مللي مثلا فانت اوكي انت بتانتسبيت الريزوربشن يعني. وطبعا الزيجوماتيك امبلانت ده, ده ده سوليوشن بقى موجود عندنا في الامبلانت في حالات طبعا ليه تكنيك لوحده وليه وليه ناس زي ما بيقولوا بس هو يعني لو موجود في الشركه ده بيبقى شيء كويس جدا في حالات بقى التروماس في حالات السير لاتروفايد ماجزيلا الى اخره يعني احنا خلصنا كده الجزء بتاع الامبلنت اللي هو انا الراجل جاب لي الموديل بتاعي جاب لي الكت كده وجاب لي الامبلانت في ايدي فانا مسكت الامبلانت عرفت الامبلانت دي اه البتش أخبره ايه التريدز اخبارها ايه دي هتنفعني فين وما تنفعنيش فين الى اخره هنتكلم بقى على البروثيزس نفسها انا لما يجيلي اي مندوب شركه اول حاجه بقولها له قال له هات ما تورينيش شكل الامبلانت وما تدينيش البروشور وريني البروثاتيك كت بتاعتك وريني البروثيزس اللي انت جايبها من الشركه الام طبعا لازم يبقى في الشركه عنده ستريت اباتمنت يبقى فيها كولرز كتير كولرز هايت من مللي ل 4 مللي انا بحب جدا ال 1 مللي ال 1 مللي كولر هايت دي انا بعشقها لو موجوده في شركه انا بحب الشركه دي جدا الوتس بتاع الاستريت الاباتمنت نفسه يبقى من 3.5 ل 5.5 في المولر ده يبقى كويس يبقى عنده حاجه اسمها يو سي اي ال اي اباتمنت اللي هو الجزء ده دي بتبقى اباتمنت عباره زي التاي بيس كده وفيها جزء ميتال او جزء كاستبل بيحصل له بعمل عليه بيلد اب بالواكس وبعد كده اعمل له فايرنج في المعمل كان احنا بنعمل تراديشنال كراون السرامو ميتال زمان كنا بنعمل سبروينج والانفستنج والكلام ده كله دي لو موجوده بتبقى كويسه جدا لان انا مش شرط اعمل ميلينج الكاستم اباتمنت انا ممكن اصبها ممكن اعملها كاست طبعا يبقى الاستريت اباتمنت بتاعته هيكسد ونون هيكسد في شركات بيبقى مثلا تقول لك انا انا الاستيريت ابارتمنت بتاعتي هيكسد بس انما لو عاوز نون هيكسد يبقى ضروري تاخد التايب بيز اوكي طب هاخد التايب بيز لا ادفع زياده فدي كوست الزياده عليا ابقى عارف ابقى عارف ان في حالات البريدجز انا هتكلف زياده شويه لان انا هجيب تايب بيز طبعا يبقى عنده انجل ده للجماعه بتوع السمنت ريتيند اي نيفر دو سمنت ريتيند وعشان خاطر حاولوا ما تعملوش سمنت ريتيند إيه بس يعني هو اوبشن متاح تسال عنه في الشركه لو عنده الديجريز ال ال بتاعته اخبارها ايه في شركات بتدي لك 2 ديجريز من 17 و 35 طبعا 17 دي بتكفر من من الاستريت لحد يعني او 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 الديجري <Jeanette> بتاع الانجيوليشن من واحد لحد 17 و 35 بتكفر من 18 لحد 35 طبعا الاحسن انه يدي لك فاريابيلتي في الديجريز يعني 5 15 30 دي بتبقى احسن برضو من الحاجات اللي لطيفه في السيستم اللي لو موجوده بتبقى ادفانتج ان يبقى عنده يونيفرسال ابارتمنت بتفيد فور اول يعني عندي الابارتمنت هي ابارتمنت الدايمتر بتاعها واحد اركبها في الامبلانت وات ايفر الدايمتر بتاعت الامبلانت خمسه ونص او ثلاثه او اربعه او وات ايفر فدي بتبقى كويسه بتوفر عليك ان انت تقعد بقى تبقى عندك ستوك يعني في شركات بتدي لك تقول لك انا مثلا الامبلانتس اللي هي دايمتر ثلاثه او ثلاثه ونص او اربعه دولت لهم اباتمنت واربعه ونص وخمسه وخمسه ونص دول لهم اباتمنت ثانيه وهعمل لك كلر كودنج ان انا اخلي لك الامبلانت اول ما تفتح يبقى لو لونه ازرق يبقى ده النارو فبتبقى خايله كده ما بحبهاش قوي انما لما يبقى عندك يونيفرسال اباتمنت بتركب على كل الزرعات بتاعت الامبلانت دي بتبقى فيري جود ادفانتج يعني طبعا لو ادالك كذا اباتمنت ده بتبقى حاجه حلوه يبقى عنده تيمبري اباتمنت يبقى عنده بيرمننت اباتمنت عنده زركونيا اباتمنت لو انا محتاج حاجات اثاتكس الديجيتال سوليوشن واحنا في الديجيتال أيرا يبقى عنده اللايبراري مفتوحه ان يعني المعمل يكلمك يقول لك انت شغال بايه كذا يقول لك خلاص انا هخش على السايت بتاعهم اجيب اللايبراري بتاعهم وونس اشتغلت ديجيتال يبقى انت محتاج تايبيز فتبقى التايبيز متاحه الاول فور سوليوشن بتاعتها المالتي يونت اخبارها ايه الاستريت والكيرفد والانجل سوري وتمنهم كام والهاوسنج بتاعهم اخباره ايه وهل بيتباعوا سيبريت ولا لا الاوفر دينشر سوليوشن بتاعتنا هل لوكيتور هل اوتو هل بولن سوكت طب ايه المتاح طب انت جايبه اساسا ولا مش جايبه علشان لو احتجت استخدمه ال 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 من الحاجات برضو اللي انا شايفها مفيده جدا وموجوده دلوقتي في كذا سيستم حاجه اسمها انجل سكرو تشانل ان بقت ستريت أبطمنت عاديه احنا في الحالات الانجل الدكاتره بتضطر ان هي تعمل انجل سكرو انجل بس بتبقى سيمنتريتين وانا ما بحبش السيمنتريتين ويعني ايه زمايلي اللي عارفيني يقولك شرطه مكافحه السيمنتريتين دي يعني بس السوليوشن ده كويس جدا يعني انت ممكن تجيب سيستم مخصوص علشان عنده الادفانتج دي دي بتبقى ستريت اباتمنت عاديه خالص بس السكرو channel بتاعها هو اللي انجلد زي ما احنا شايفين هنا هي السكرو بيبقى هنا اهو بس السكرو channel هي اللي انجلد فدي في حالات الانتيريور دي حاله وان اوف ماي كيسز ده كان كناين اعتقد فلو كنا مشينا ستريت كنا هنلاقي السكرو channel طالعه لي من الانسايزر فعملنا ايه سبناها سكرو زي ما هي بس جبنا سبيشال سكرو بس... بسبيشال سكرو درايفر زي ما انتم شايفين بيربط بزاويه خمسة 25 درجه فانت عملت انجيوليشن للسكرو بتاعتك فعملت كوركشن للانجل بتاعت منت عندك وفي نفس الوقت سبتها سكرو ريتين which is very nice. بس طبعا بيحتاج سبيشال سكرو درايفر وسبيشال سكرو نفسه وطبعا الشركات لو بتبيعه سيبريت ده بيبقى شيء كويس جدا <applause> طبعا من الحاجات اللي ادور عليها الجماعه اللي شغالين تراديشنال يعني انالوج تشوف عندك الامبريشن بوست اخباره ايه هل كلوز دي تري موجود طب كلوزد دي تري ببلاستيك كاب طب البلاستيك كاب ده اوتو ولا هشتريه كل مره بـ بـ بفلوس طب الاوبن تري هل عندك هايتس كويسه منه ولا هو واحد الاسكان بادي موجود ولا لا الانالوج بتاعك اخباره ايه هل التراديشنال موجود هل هتديني انالوج ولا هتديني الفيلد امبلانت في شركات بتعمل حركه كده انه يقول لك الفيلد امبلانت هدولك از ان انالوج اوكي عقمه كويس وهاتهولي لو استطعت يعني الديجيتال انالوج بتاعي للناس اللي شغاله ديجيتال هل موجود ولا لا الهيلنج كابس عندك بري فابريكيتد معاها دايمتر دايمتر فاريبل دايمترز وفاريبل هايتس اللي في في شركات دلوقتي بقت بتعمل هيلينج كاب في الكاستم هيلينج <هيلينجي> اباتمنت السكرو بيتباع لوحده ولا لا ودي نقطه مهمه جدا اي شركه لو انت شغال عادي مش ديجيتال وهتبعت للمعمل اوعى تبعت له الفاينل سكرو بتاعك هات لابس سكرو من الشركه لو بتوفره لو ما بتوفروش اشتري سكرو لوحده بيرمننت سكرو وعلمه كده باي لون واي تاخد المقاس وتبعت الاباتمنت افتح الاباتمنت بتاعتك شيل السكرو بتاع الاباتمنت الجديد عينه وابعت للمعمل السكرو القديم او او اللاب لان المعمل مع فتحه وقفله ويعمل تراي ان كذا مره وانت تعمل تراي ان كذا مره السكرو ده بيحصل له ديفورميشن ترجع انت تشتكي من الريبيتد سكرو لوزنج السكرول الوقت تمنه 300 400 جنيه في اتخن شركه فانت لو جبته هتوفر من عليك هيدك غير عادي لان الكتب بتقول السكرو يتربط مره واحده بس الفاينل سكرو بتاعي يتربط مره واحده بس طبعا هل بيبيع دايناميك سكرول لوحده ولا لا دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ادفانتج للشركه الاول ان فور كفرج بتاعي هل انت لما بتديني المالتي يونت بتدهاني الاباتمنت بس ولا بتدهاني بالكفر بس طب انا ممكن اخد الاباتمنت بس ولا ولا لازم اجيب يعني انا ساعات ممكن اعمل دايركت كونكشن مش محتاج الكفر مش محتاج الكفر كاب بتاع الاول ان فور هل هتجيبه لي وارميه ولا بيتباع سيبريت طبعا اللوكيتور والجماعه اللي بتشتغل اوفر دينشر بيحتاج ان انت على طول ريبليسمنت بارت الميل بارت بتاع اللوكيتور ده بتغيره كل فتره العيان هل موجود ولا لا طب هل انت شغال ايه في شركات يعني من اكبر الشركات اللي بتشتغل اللي بتعمل هي الشركه البايونير في في اللوكيتور شركه اسمها زيست فمعظم الشركات بتخلي زيست تصنعها فديت لو الشركه مثلا جت قالت لك لا ده انا اللوكيتور بتاع شركه زيست دي فيري جود ادفانتج لان حتى لو الوكيل قفل في مصر او حصل حاجه او الشركه نفسها قفلت انت شركه زيست معاك تعرف تطلب ال 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 الكومبوننت بتاعتها من الحاجات اللطيفه برضو ان الامبلانت بتاعك يبقى فيه انترتشنجابيلتي وكومباتبيلتي يعني بالذات في السكرو درايفر انت مثلا مننا اللي شغال امبلانت من زمان عدى عليه كذا سيستم تمام فبتلاقي كل سيستم ليه سكرو درايفر لوحده دي تجميعة بسيطة كده الجزء من الامبلنت في عندك مثلا انكلوس بتلاقي الموديل بتاعها السكرو درايفر بتاعها دايمتر واحد بتلاقي مثلا احنا مين اللي, اللي بيبقى الموست كومن ال 1.25 وال 1.27 ده المين دي يعني انما مثلا بتلاقي شركة الاي تي اي جروب اللي هو شتراومان والباي كونسبت والنيو اللي لهم شكل لوحدهم تلاقي مثلا السكرو درايفر بتاع دينتيوم هو اللي بيفك الباي هورايزون هو اللي بيفك البيجو هو فالحاجات دي ابقى عارفها ابقى عارف ان السكرو درايفر بتاعي يعني انت ليه قلنا مثلا حطيت امبلانت من خمس ست سنين جالك العيان بعدها مش هفضل افتكر ده سكرو درايفر ايه فابقى عارف كده ان اه انا شغال مثلا اشتغلت بخمسه سته سيستمز على مدار الكام سنه اللي فاتوا السكرو بتاعهم واحد دي بتبقى فيري جود ادفانتج الاباتمنت والانالوج اللي بيحصل ان انت ساعات الشركه بتقفل او بيجي لك عيان حاطط امبلانت بره مصر تمام تقول له الامبلانت ده ايه يقول لك مثلا مثلا زمر وزمر مش موجوده في مصر فانا لما ابقى عارف ان الاباتمنت او الكونكشن بتاع امبلانت دايركت هو زمر هو ريتر هو باي هورايزون ده بيبقى شيء كويس جدا اعرف اطلب له من الوكيل اللي موجود هنا في مصر اطلب له الـ الـ الاباطمنت او الجزء اللي ناقص او السكرو من فدي برضو من الادفانتج اللي بنعرف من الحاجات برضو اللي تبصوا عليها كويس جدا السيرجيكال كيت سيرجيكال كيت طبعا لو بقت بسيطه وكلر كودد والدريل بتاعتها ليزر ماركت وفيها ستوبرز دي بتبقى حاجه كويسه يعني مثلا شتراومان ما بتعملش كيتس فيها ستوبرز فالجماعه زمايلنا الكبار في السن اللي عندهم مشاكل ونضاره قرايه وبتاع فالليزر ماركنج ده ما بيبانش فيفضل اللي هو ايه متاذي وهو بيحط الامبلنت هل السيرجيكال كيت دي انا عندي فيها مثلا حاجات بتبوظ بسرعه اللانس دريل اللانس دريل والسكرو درايفرز بيحصل لهم ويرنج باي تايم هل انا دي هت... الشركه هتوفرها لي لوحدها ولا لازم اجيب سيرجيكال كيت كامله طيب الجايد كيت بتاعتكم موجوده ولا مش موجوده وتمنها كام الراتش ديزاين بتاع السيرجيكال كيت دي من الحاجات المهمه جدا مين اللي بيبقى فيه ثلاثه آه راتشت بيبقى فيه اثنين تورك راتشت اللي احنا شايفينهم في الاول ده وبيبقى في نان نانتور كراتشنج في شركات لسه بتعمل نان تورك كراتشنج وما اعرفش ليه يعني نيو دنتو تراومن وبرده دي الشركات رقم واحد في العالم بيعملوا النان تورك كراتشنج عشان خاطري بلاش تستخدموا النان تورك كراتشنج ولو في ايدك تختار لو السيرج لو الشركه عندها موديلين من التورك راتشت اختار ده اختار اللي في النص بلاش ده ده بيبقى مشاكله كتير والمنتيننج بتاعه اكتر و... وان اكيوريت اكتر ده الموست كومن والموست سمبل برضه في سيرجيكال كيتس بتديك كده ايه كادور بتديك اوفر نسميها كومبون انت يقول لك انا السيرجيكال كيت بتاعتي خلي بالك فيها اكسباندرز فيها ديسكات سو ديسك فيها بلاتونج بير فيها مان دريل فيها الديزاين ال 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 بتاع الدريلات ال ال بتاعتي حاجه اسمها بون كولكتنج دريلز بيبقى فيها ترافاين بير فدي حاجات لطيفه انت واخدها مع الشركه ممكن لو جبتها سيبرت تبقى بفلوس ده اللند مان دريل يا جماعه ده فيري نايس تول كده بتعمل كوريكشن للانجل بتاعتي بيبقى يعني سيف اند cutting carbide there يعني لو عملت لو جيت مثلا بعد اول اثنين درلز لقيت نفسك الانجيوليشن مش كويس ده بيعمل لها كوريكشن من ثالث حاجة اللي تخليني طبعا أقيم الامبلانت من أبو كام؟ يعني <applause> في ناس بتبدأ السؤال بقى في ظل اليومين الحلوين اللي احنا فيهم دولت يقولوا المندوب آه والله يا دكتور أنا عندي امبلانت يقول له قبل ما تكلمني على الامبلانت من أبو كام؟ عشان أبقى عارف احنا في يومين صعبين للعيان وللدكتور نفسه. فأنا برضو عشان أبقى عارف السعر أبقى عارف أنا بدفع السعر قصاد إيه. طبعا البراند ايكوال نيم. مش فشخرة كدابة من الشركة بس لأن هم بيعملوا ار ان دي بيعملوا ريسيرش وديفلوبمنت فأنت بتدفع تمن الكلام ده تمام وفي في شركات بايونيرز بت... اللي هي بتسوق السوق وتعمل هي الريسيرش والديفلوبمنت وفي شركات تانية محترمة بتبقى كوبي كاتس شوف الشركات عملت إيه وأنا هقلده هعمل له ريفرس انجينيرنج وأقلده خاصة الجماعة بتوع كوريا وشرق آسيا والتركية والناس دي ال... يعني حقوق الملكية الفكرية عندهم بيتساهلوا فيها شوية فابقى عارف الامبلانت بكام وقصاد ايه وهدفع ازاي هل هدفع كاش للامبلانت ولا هدفع الانستولمنت ولا هشتغل مع الشركه اوفر ذا شيلف هل الشركه هتشيب لي ستوك في العياده وانا كل ما اشتغل 10 20 امبلانت اديهم فلوسهم ولا هيبقى التعامل ازاي وقصاد السعر ده هل هاخد فاليو ولا لمجرد ان الشركه معليه السعر في الاخر ولا لا طب الفاليو ده هل انا محتاجه يعني انا مثلا رحت جات لي شركه بتقول لك انا عندي اس ال اي اكتف وثمن الامبلانت اعتقد وصل عشر 15000 جنيه الامبلانت بس من غير اباتمنت من غير عيان من غير فلوسك انت وصل 15000 جنيه اوكي هل انا محتاجه ولا ده ليه عيان معين اللي جاي لك من باب العياده يقول لك انا عاوز اشتراوم خلاص ادفع طب الحاله كومبليكيتد وعاوز اخد بالاسباب يعني بتجيلك لك اشتراوم تقول لك انا السكسس ريت بتاعي 98.5% يجي شركه ثانيه تقول لك انا السكسس ريت بتاعي 96% تمام ال 2.5% دولت في النورمال بيشنت في الستريت فورورد كيس ما بيفرقوش بس ممكن حاله بقى اللي هي فيري كومبليكيتد وميديكالي كومبرومايزد راجل اولد ايج عنده سيبروزس عنده دايابيتس عنده كوليكشن كده ربنا يعافينا من الامراض لا يبقى ناخد بالاسباب ونحط له امبلانت بكواليتي عالي فبالتالي الكومبرومايزد بيشنت بيبقى عندنا محتاجين هاي اند امبلنت فبالتالي هيدفع زياده شويه فابقى عارف برضو الكوست بينفيت ريشيو بتاعتي راحه فين في من الحاجات برضو اللي ناخد بالنا منها واللي زمايلنا اللي شغالين من زمان خدوا بالهم منها في حاجه اسمها هيدن كوست في الامبلنت ان مش على قد الامبلنت تمنها مثلا 6000 جنيه يبقى انا خلاص ده 6000 جنيه يبقى انا هجيب مثلا 20 امبلنت منهم يبقى هدفع 12000 120 جنيه 120000 جنيه خلاص يبقى تا... كده لا في عندي جزء اسمه هيدن كوست ايه الهيدن كوست ان انت لازم مثلا بتشتغل مع شركه جبت منهم 20 امبلنت هات 22 اباتمنت ليه لان انت اللي بيحصل والجماعه اللي قدام في شغلانتنا ديت خدوا بالهم منه ان انت مثلا حطيت امبلنت للعيان وسافر قعد خمس ست سبع سنين وجالك تاني عندك مشكله في الاباتمنت يا اخي طلعت تكنولوجي جديده طلع السكانرز وانت راجل جبت سكان وعاوز تعمل له تغير له الكراون فمحتاج أباطمنت جديد بتكلم الشركه ما الشركه اساسا فانت لما يبقى عندك سبير أباتمنت، فده بيريحك جدا بتقوم كاتب كده اه والله انا في الفتره الزمنيه سنه 2023 -20 -20 كنت شغال مع شركه اكس وادي تون ونسيتها ده هي حاجه ما, ما بتاخدش مساحه يعني تخزينها مش قصه بس ده برضو كوست زياده ان انا الفيلير بوليسي بتاعتي انا خدت من الشركه 10 زرعات ثمن الزرعه 6000 جنيه دي 60000 جنيه طب هتغير لي ازاي؟ اه والله لا انا هدفعك على الامبلانت 1000 جنيه طب ابقى عارف طب انا الريت بتاعي ايه انا راجل بروفيشنال فعندي الفيلير ريت في, في الرينج المسموح بيه 2% 3% 5% وات ايفر فخلاص ابقى عارف ان انا عندي 5% يبقى انا هزود على التسعير بتاعي عدد الفيلير في واحد لا لسه انا بيجنر شويه او بادئ في الحالات الادفانسد شويه فمتوقع ان يحصل عندي فيلير زياده او جايب الحالات دي لحالات رساله او او, أو او ستادي او ان انا يعني اعمل عليها ريسيرش فمتوقع يحصل فيها فيلير زياده ابقى عارف الفيلير بوليسي هتكلفني كام علشان ابقى عامل كالكوليشن للسعر بتاعي مظبوط السيرجيكال كات بتاعتي نفسها او الانسترومنت بتاعتي يعني انا في شركات بتدي لك مثلا تنجست بليتد درلز فيري ديورابل درلز وفي حاجات تانية تقول لك لا انا تيتانيوم درلز كويسه في شركات تانية بتدي لك سيرجيكال جريد ستانل ستيل دي ما يعني يقول لك 20 امبلانت او 20 دريل وغير فدي برضو من الحاجات اللي انا ابقى عارف علشان ابقى عارف وانا بسعر الامبلانت للعيان اه ما احسبش ان هو الامبلانت ب 6000 جنيه وشكرا وانا هديه للعيان باكس فلوس وابقى انا كده كسبان لا انا بحط عليه ثمن الحاجات دي كلها الفيلير بالسبير ابارتمنت بالانسترومنت بتاعتي برضه من الحاجات اللي بحملها على العيان الثيرد بارتي ايكويبمنتس بتاعتي، موتور الامبلانت الديبريشيشن بتاعه اهلاكه، لو انا راجل شغال بدنسة، الدنسة دي لها عدد مرات استخدام معين وببوظ. الباكج ال ال بتاع الامبلانت نفسه من الحاجات اللي تساوي فلوس، يعني انا مثلا في شركات بتعمل لك ليكويد باكينج زي نيودنت مثلا او شتراومان بتحط لك الامبلانت في جزء ليكويد، ده بيبقى الشلف اللايف بتاعه اقل شوية. فأنا مثلاً هجيب ستوك كبير، هجيب ألف زرعة، فأنا متوقع إن أنا ممكن أخلصهم على مدار خمس ست سنين، طب هل الإمبلانت باكج الباكج ده هيستحمل معايا أربع خمس سنين؟ أبقى عارف الموضوع ده. طبعاً الليبلز السيلف أدهيجن دي مهمة جداً لأن أنت المفروض بتدي للعيان ااا الباسبور بتاعه الإمبلانت باسبور، لأن العيان دلوقتي الدنيا بقت مفتوحة وخاصة عندنا في مصر بقى المغتربين كتير. فبقى وارد جدا يجيلك لك اخ عربي او السياحه العلاجيه جاي من بره حطيت له الامبلانت وحطيت له الكراون وتسلم ايدك وسافر مثلا بلده قام مدي لك تليفون يا دكتور هو الامبلانت ده ايه؟ غير لما يبقى الشركه فيها ستيكر شفاف كده بتلزقه له في كارت شيك من العياده عندك وتقول له ادي الامبلانت بتاعك بدي الكود بتاعه روح اي بلد هي الدكتور اللي هيتابع بعد هيبقى عارف انت محطوط لك ايه. طبعا وبالتالي ده هياخدنا ان الشركه اللي انت شغال بيها تبقى الدستريبيوشن بتاعها وورلد وايد ايه انت ممكن توصل يعني برين مارك ليه 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 مقوله كده يقول لك يو بوت ان امبلانت يو ماد ذا بيشنت اتجوزته الجماعه دول كاثوليك او او مسيحيين ما عندهمش طلاق فانت بيجي لك عيان مثلا بعدها ب 10 سنين يقول لك يا دكتور انت حطيت لي امبلانت وانا مش لاقي ال 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 الوكيل هنا في البلد تقول له لا ده هي مثلا شركه يعني انا اعرف شركه مثلا بتصنع شركه ايطالي موجوده في مصر والاردن بس يعني لو رحت ايطاليا نفسها مش هتلاقيها فاهم فمثلا الشركات ديت يعني مش كريدبل اه دي تنفعك لو عيان مصري قاعد في مصر انما لو عيان بيسافر كتير او مغترب او كده لا تبقى ظلمته لو حطيت له دي برضو من الحاجات اللي انا بشوفها مهمه لان انا بتهيالي احنا خدنا وقت اوفر فهنسرع شويه الريتم إيه السبورت بتاع الشركه ده انا بشوفها اهم حاجه في بقى في كل الكلام الكتير اللي قلناه ده السبورت بتاع الشركه عندي نوعين من السبورت حاجه اسمها اندايركت سبورت ودايركت سبورت اندايركت سبورت ده الجزء اللي انا مش شايفه من الشركه الجزء اللي انا بسمع عنه وبيجي لي منه ورق زي الكانتري في المانيفاكتشر بتاعي زرع امريكي زرع الماني الان الزراعه انت بتشوف زمايلنا بيغلطوا الغلطه الفيتال ميستيك ربنا يسامحهم يقول لك الان زرع الماني وانا عاوز اقول لكم ان في زرعات الماني ارخص من المصري وفي زرعات يعني 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 مش بالاسم يا جماعه بالبراند نفسه فعندنا تفرق في ايه ان عندنا في بلاد لها ريجوليشنز يعني مثلا امريكا من البلاد اللي ستريكت جدا في الريجوليشنز بتاعتها وبتعمل ار ان دي محترم يليها اوروبا ومش كل اوروبا يعني مثلا تلاقي المانيا النمسا طبعا غير ايطاليا غير فرنسا يجي بعدهم بقى اللي هو الفار ايست يجي بعدهم بقى ايه البلاد الجميله بتاعتنا اللي هو مصر، تركيا، الكلام ده كله، وخلي بالكم في شركات بتلعب لعبه قذره كده. ان يبقى المصنع سي مثلا في تركيا او في 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 اخواننا في في البعده ويعمل لك الهيد اوفيس بتاعه في المانيا. ويقول لك انا الزرعه دي الماني انما هي المصنع نفسه حيث الكواليتي كنترول والريجيوليشن ده بلد بره المانيا. هنبقى عارفين احنا محتاجين بس نلاقي ايه كام كلمه كده يقول لك الايزو اللي هي شهاده الجوده السي اي اللي هي السيرتيفيكت يوروبيان سيرتيفيكت عندنا الاف دي اي طبعا الاف دي اي دي اقواهم فلو الزرع اف دي اي اوكي في زرعات الوقت موجوده ما فيهاش اي حاجه ما هيقول لك ترخيص وزاره الصحه ماشي يا سيدي على دماغي طبعا التايتانيوم الوي طبعا في جريد 4 جريد 3 جريد 5 طبعا يعني مش هنخش في الماتيريال لان هو بحر طبعا كل ما زاد الجريد كوميرشالي بيور تايتانيوم ده كل ما زاد كل ما بقى احسن بالنسبه لك التوليرنس بتاع الجهاز نفسه اللي هو ان ان كل الامبلانت ده بيحصل له ميلنج بيتخرط فطبعا البير اللي بيخرط اول امبلانت مش زي البير اللي بيخص... بيخرط ثاني امبلانت مش زي ثالث امبلانت فالمفروض الماشين نفسها يحصل لها سيلف توليرنس فالجماعه بتاعنا اللي عندهم ريت وبيروح المصنع وكده فاول ما يخش تلاقيه يقول لك ايه وريني كده الماشين توليرنس بتاعك اخباره ايه؟ هل سيلف كوركشن ولا انت اللي بتعمل له كوركشن لوحده؟ الباكج نفسه من الحاجات برضو اللي بتفرق معايا ان انا هل ب... يعني المينلي يبقى عندك تو باكجز الجزء الاول بليستر باكج او الـ او البلاستيك او الورق وتحتيه حاجه اسمها سترايل باكج دول برضه تبص عليهم تشوفهم هل الكواليتي بتاع الباكج حلو؟ هل لو سبته عندي في الدرج وقعدت انقله والاسيستنت تجيبه وطلعت اتنين تلاته العمليه وبعد كده رجعت واحده هل الحاجات دي بتبوظ مني؟ طيب الاكسبايري ديت بتاعتها لونج شيلف لايف ولا لا؟ ايفيدنس uh, بيزد طبعا من الحاجات اللي لما يجي لك الراجل بتاع الشركه يقول لك انا عندي الشركه كذا اقول له طب ثانيه واحده افتح توب بتاعك وخش اعمل سيرش على باب ميد او اي حاجه فيها ريسيرش واكتب اسم الامبلانت شوف معمول عليها ولا لا ومش بالريسيرش يعني عندنا مثلا الاي تي اي جروب الاي تي اي جروب دولت فاندد من من شتراومان اللي بتصرف على الاي تي اي جروب خلي بالكم الاي تي اي جروب دولت الليدنج جروب في الامبلانت يعني تعريفات الاوسيو انتجريشن والحاجات دي هي الاي تي اي اللي بتحطها فطبعا دولت الناس دي بايزد يعني لو عملوا ريسيرش على شتراومان اعرف ان هم منحازين طبعا وبالتالي حتى تاخدوا بالكم ان الاي تي اي بطل يعمل ريسيرش على على شتراومان وبتاع علشان الكريديبيليتي يعني وبرضه من الحاجات اللي تاخد بالك منها من الايفيدنس من وانت بتقرا البيبرز الشركه تقول لك مثلا انا عندي سرفايفر ريت لا انا عندي سكسس ريت فتبقى عارف الفرق ما بين السرفايفل والسكسس السكسس ده اللي هي زرعة فولي فانكشنال زي الفل بي سرفايفل سي ريت اه فيها مشكله بس ماشيه معايا ما ضرتش لسه العيان ما عملتش الارمنج او حاجه او ما عملتش مشكله فبقى عارف ان الزرعات تقول لك انا عندي سرفايفل ريت 99% تساله على السكسس ريت يقول لك 80% اوكي والريليبيلتي طبعا الناس اللي عامله على الريسيرش بير ريفيو ومراجعاه وطلعت عينيهم في الاحصى والكلام ده كله اخباره ايه البير ورك اكسبيرينس جالك الراجل ايوه عبدالله انت تسمع عن الشركة دي اه كويسة اشتغلت بيها كويسة جو اون دي من الحاجات اللي بتفرق معاك جدا الايمج نفسها بتاع الشركة ان انت ممكن تماركت عيان تيجي تقول له والله يقول لك يا دكتور انت بتشتغل بامبلنت ايه تقول له انا بشتغل مثلا بالبيك فايف كامبني اللي هو اشتراومن نوبل بايو كير تقريبا دين سبلاي كام شركه كده لو عملت سيرش عليهم دولت البيك فايف كامبني دي في حد ذاته ماركتنج ليك ان انت بتقول انا بشتغل بشركه رقم واحد في العالم او بشتغل من شركه من اكبر الخمس شركات في العالم ده بالنسبه للاندايركت سبورت الدايركت سبورت بقى وده الاهم ممكن تبقى الشركه قويه جدا بره مصر بس الوكيل هنا ربنا يسامحه مطلعين الناس الـ الـ هل ده وكيل ولا مجرد راجل راح جاب مليون دولار وقام شاري شويه زرعات في امبلانت ودخلهم وخلاص اللي هو نسميه تاجر شنطه هل ده موزع ولا وكيل ولا راجل بس جاب شويه امبلانت صفقه وهيغير المجال هل الوكيل ده بيكفر كل اللاينات بتاعت الامبلانت بمقاساتها ولا يدوب بيشتغل في لاين او بيقول لك انا بس بجيب الاباتمنت دي لان دي اللي عليها سحب خلي بالكم الناس دي معذوره الوقت الشركات معذوره في ظل عدم الاستقرار والدولار والحاجات اللي بتتاخر والسوق السوداء والكلام الفاضي ده فالناس دي معذوره برضو الناس دي برضو عاوزه تكسب ال 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 الوارنتي او انا ما بحبش كلمه الوارنتي دي لان ما فيش ضمان برضو ربنا يسامحهم زمايلنا اللي يقول لك ضمان مدى الحياه يعني لا بس احنا بنقول الفيلير بوليسي بتاعتك اخبارها ايه؟ اه الساينتفيك سبورت هل الشركه دي بتعملي ايفنتس؟ بتعملي سبورت كويس؟ بتعملي مؤتمر تتعلم مستوايا فيه؟ بتعملي ايفنتس؟ اه بتبعت لي حد يعلمني على اللاين الجديد يجيب لي ديمو كده لطيف ويقول لي دي بتتعمل كذا وتتعمل كذا طب هل الراجل ده دكتور ولا ولا لا؟ طبعا الشركه دي الشير ماركت بتاعها قد ايه في بلدك يعني ما بتكلمش بره يعني ممكن شركه مثلا إيه اكس مثلا بره عادي شركه مديوكر في الـ في الميد رينج بس هنا في مصر مثلا واخده شير ماركت كبير جدا ده في حد ذاته ادفانتج لان على الاقل هتميل على واحد صاحبك انت لو الشركه مثلا عندها شورتج في مقاس هتلاقي لك طب اقفل انا في عبد الله حبيبي كان واخد ستوك هاخد منه هتصرف غير لما تبقى شركه لسه بادئه وشغاله على دكتورين ثلاثه الـ الـ الراجل اللي جاي لك العادة ظروفه عاملة ايه هل جاي لك بقى بمندوب بمكنة وبتاع ولا جاي لك راجل شيك بتاع تعرف لو دخل قدام العيان لو عمل حاجة بتاع برضو الحاجات دي بتفرق الـ 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 الجماعة اللي فاتحين في مناطق نائية او مش في المدن او مش في كده طب الشركة دي انت الوقت بيجي لك المريض يقول لك انا عاوز امبلانت اديهاني بكرة عاوز احط الامبلانت بكره طب انت هتعرف تبعت لي الامبلانت دي في مكاني ولا هتحسسنا ان هي قصه ولا هيقول لك لا والله اصل الراجل ده بيطلب زرعه بزرعه فهيقرفنا فسيبه لما فالحاجات دي برضو تبقى عارفها دي بالنسبه للكرايتيريا يا جماعه اللي اختار بيها الامبلانت في النهاية كده عاوز اتكلم على سلايدين مهمين دي اللي هي البرشامة زي ما بنقول ان انت ممكن عندك الامبلانت اللي انت ارتحت له واللي الشركة وفرت لك فيه كل حاجة بس الحاله العيان نفسها اللي بتجبرك ان انت تختار سيستم تاني او تغير حاجه مثلا لو عندك لو هاي بوندنسيتي دي 1 ودي 2 مثلا هات ديزاين من الثلاثه دول السلندريكال السيلندريكال او الكونيكال او الكومباينيشن ما بين الاثنين ومعاك كل الاطوال حطها تمام كل الاطوال وكل الديامترز حطها بس هات لي شالو ثريدز ما تجيبليش بقى الوايت ثريدز الاجريسيف الكبيره اللي شفناها في الاول وهات سنجل ليد امبلنت ليه وغالبا بتحتاج تاب دريل يعني في الحاجات اللي زي دي يقول لك في دي 1 الشركه تقول لك خلي بالك في الدريل ده ده اللي بيقلوظ او بيعمل الثريدز في العظم ده ابقى اعمله قبل ما تحط الامبلنت علشان ما يعملش كومبريشن وهيت جنريشن كتير على العظم ويعني لو في ايدك تختار هات الثريدز الفي شابد والسكوير والباترس في اللوبون كواليتي هات الكونيكال وهات الباك تيبر او التيبر دي امبلانت وهات لينث اب 12 مللي، النقطة دي مهمة جدا، ليه لحد 12 مللي اللينث؟ لأن أنا بعد ال 12 مللي مفيش فايدة بالنسبة لي. يعني 12 زي 13 زي 14 لحد 20 أنا مش مش ما باخدش بينفيت. طب هتيجي الدكتور يقول لي طب ليه يا دكتور ما اختارش 13 اقول له ادي لنفسك بلان بي يعني ده راجل عنده لو دي بوندنسيتي وارد يعني اللي هو ايه بيبقى هاي ريسك بيشنت وارد الامبلانت دي ما تمسكش طيب انت لو راجل مثلا عندك فايتال استراكشر على بعد 15 مللي وانت راجل حطيت له 14 مللي لينس امبلانت انت عملت في نفسك ايه دلوقتي اولا ما خدتش ميزه من بعد ال 12 يعني ال 2 مللي دولت انت ما خدتش منهم ميزه ثاني حاجه ما عملتش لنفسك بلان بي ان لو حصل فيلير في الامبلانت دي والراجل جالك انت خلاص انت اوريدي واقف على النيرف انت بينك وبين النيرف ملي 2 ملي فما تعرفش تعمل اه ري انتري انما لو مدي لنفسك مساحه خلاص حصل خير العيان يعني حصل له فيلير وارد جدا تقول له خلاص احنا هنشيل الامبلانت دي وهنحط في نفس اليوم نعمل دي كونتامينيشن ودي جرانيوليشن وننظف كويس ونحط الامبلانت في نفس اليوم ساعتها انا رجعت لل2 ملي بتوع دول فعلى طول اعمل لنفسك بلان بي اه ربنا يقدر ويسلم وربنا بيستر والكلام ده كله بس بلان فور ذا ورست اند هوب فور ذا بيست طبعا سيلف تابنج ثريدز اللي هي بقى الديب ثريدز والاجريسيف اللي هو انزل بقى بالاجريسيف ثريدز الحاجات اللي بتنجيج العظم قوي اللي بتدي لك برايم ستابيليتي السيفيرلي اتروفايد ده بيبقى خلاص ما فيش بون عندك فاعمل له تورك امبلنت ده حاجه اسمها بيولوجيكال دريلنج احنا عارفين ان النورمال دريلنج بروتوكول بتاعنا بيبقى من اراوند 800 لحد 1200 ار بي ام طبعا اندر كولينج كولينج كتير يعني انما اللو تورك دولت الجماعه بتوع بي تي اي عملوا الدريلنج بروتوكول ده ان انت بتعمل دريلنج على تورك على تورك 30 35 بس السبيد 100 اب تو 100 وهنا انت مش محتاج كولينج ليه لان مفيش فيش هيت جنريشن فاحنا بنريكومند الدريلنج بروتوكول ده في السيفير لاتروفايد امبلنت ليه مش عاوزين بقى يحصل يعني نبقى مينيمال انفيسيف مش عاوزين بريشر زايد ولا هيد جنريشن زايد فنعمل البيولوجيكال دريلنج وبنبريزرف العظم ميزه البيولوجيكال دريلنج ده ان انت بتلاقي العظم كله طالع حواليك تعرف تعمله كولكتنج وتعرف تعمله جرافتنج وكده طبعا اختار الشورت والنارو إمبلانت علشان برضو ده انتسيبيتد ان يحصل فيه فيلير فاخليني از شورت از اي كود وبرضو النارو علشان ادي لنفسي بلان بي برضو من الحاجات التكنيكس ممكن تفرق معايا في سلكشن الإمبلانت يعني انا عندي مثلا لو عندي فيتال ستراكشر بروكسيمال جنبي مني فخلاص اجيب مثلا نون كاتنج تيب او الفلات تيب علشان مثلا ما اعملش تيرنج للشنايدريا من الساينس فلور او النيرف في الساينس ليفتنج اجيب مثلا الفيري وايد نيك امبلانت اللي كنا اتكلمنا عنها او مثلا امبلانت فيها مايكرو ثريدز ديزاين علشان تانجيج الكريستال بون كويس وتعمل لي عليها بون لو ما استخدمش فينتد في حاجه اسمها فينتد ان انت بتلاقي الجزء ده من الامبلانت كده تلاقي فيه فتحه هنا ده ما استخدموش لان الجزء ده بيبقى فيه بكتيريا اه ده بيبقى جزء كويس لو الزرعه كلها هاوزد في العظم انما لو الجزء ده في الساينس لا ده بيحصل بكتيريا كونتامينيشن هنا ممكن استخدم باك تيبر اه ممكن نستخدم باك تيبر بس احط آه وايدر هيلينج كاب يعني بحيث ان لو حصل فيلير الهيلينج كاب ده يمنع ان الامبلانت تقع في الساينس في الانتيريور امبلانت ممكن احتاج ان انا اخد زيركونيوم امبلانت او اتليست ما فيش زيركونيوم امبلانت يبقى اجيب زيركونيوم اباتمنت طب ما فيش زيركونيوم اباتمنت هات انودايزد اباتمنت اباتمنت لونها اصفر اللون الاصفر عن التيتانيوم مور اثاتيك يعني عملوا ريسيرش لقوا ان الاباتمنت الصفراء مور اثاتيك عن الـ عن الـ عن الجريش او التيتانيوم بتاعتنا ومعلش طولت عليكم وطبعا معنا الدكتور عمار لو في اي اسئله دلوقتي او اي ديسكشن او ليتر اون ديسكشن موجوده ممكن تبعتوا الاسئله وساعدت بيكم ارجو ما اكونش طولت عليكم وكل سنه طيب المايك معاك يا دكتور عمار شكرا جدا يا دكتور عبد الله على المحاضره الجميله ديت واحنا اللي احنا سهرناك معانا في النهارده يعني بس اتمنى ان شاء الله باذن الله نكون كلنا استفدنا من المحاضره دي وكلنا كل الدكاتره استفادوا منها واي اسئله ان شاء الله ممكن على الكومنتس ودكتور عبد الله هيجاوب عليها احنا نزلنا فورم بتاع السؤال بتاع المسابقه المفروض ان احنا نجاوب على السؤال دوت وهيبقى فيه سحب عشوائي في جوائز طبعا قيمة من الشركات السبونسر اللي معانا بداية من من الساينتفك من بارتنر جروب المهتمين للدراسات العليا سوشيال بارتنر 360 دنتال هاب في دكتور دنت uh, في داش دنت uh, ودي ام تراست ايجيبت وايزي دكتور والدي جي وشركة بيرفكت دنت مقدمين سحوبات صح... صح... من جوائز قيمة من خمسين لثمانين ألف جنيه آه غير آه غير طبعا سحوبات تانية على أكتر دكاترة شير للفيديوز لل... نفسه وشير لل... للمؤتمر نفسه دكتور ممكن تتفضل تقول لنا السؤال بتاع سؤال المسابقة إن شاء الله سؤال المسابقة أوكي وأنا عادي أنا ما. لو حد عاوزني اغششه اغششه ونقسم الجايزه بالنص. السؤال احنا ليه في حالات اللو بوندينستي دي بنوقف عند دايمتر معين؟ محتاج تقول لي الدايمتر هل هو 8 ولا 10 ولا 12 ولا 14 وتقول لي السبب ليه؟ انا نقيت السؤال من, من اخر كام سلايد علشان ما تلحقوش تنسوا. وبالتوفيق وعرفني الجائزه ممكن انا اجاوب على السؤال يا دكتور عمار واطمعنا في الجائزه. <applause> اكيد طبعا دكتور آه شكرا جدا دكتور ونورتنا والله و... وآ الله يعزك ده انت اللي شكرا واسفين طبعا احنا سهرناك معانا والله مع النهارده لا لا يا حبيبي شكرا. ولا يهمك شكرا وشكرا لجروب المتتمين وايدوت الدكتور محمد حسام وطبعا شكرا لك يا دكتور عمار على الاستضافه الجميله ونتقابل في الخير يا رب دايما شكرا جزيلا شكرا جدا شكرا <applause> thank you